السلام عليكم، اهلا وسهلا، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. الفيديو اللي كذلك غادي نهضروا فيه على هذا المسلسل، هذا اللي ما بغاش يتسالى، مسلسل الظلم والمكر اللي محيوك ضد العائله ديال الحاج والحاجه من طرف مولات الصالون والزوج ديالها اللي هو الابن ديال هذه العائله. الدم ديال هذه العائله كيغدر بهم، وكانوا كيقولوها الناس زمان، حدي راسك من دمك لا يطليك، ياك كيقولوها. فللاسف هادشي اللي كنشوفو حشومه عيب وعار. اليوم المحور ديال هذا الفيديو هذا غادي يكون رانيا الحاج والحاجه والظلم اللي تعرضوا له، باش غير نوضح الصوره. الناس راه كيشوفوا غير ديك. شوف البنات، انا ما كنكتب في الورقه، انا اللي كنشوف كنخرج نعلق كنوضح الصوره. الله وعسى يقدر يكون عندي شي اجر في هذا الشيء هذا، لان ما بغيناش الظلم. ايه اجر؟ ايه كيقول لك علاش كتدخل؟ حنا باغي ندخلوا بالخيط ابيض، ولكن حنا باغي نبينوا الحقيقه، حقيقه الواقع شنو هو. علاش كتغمضوا عينكم على الحقيقه؟ علاش كيعجبوكم المسلسلات المكسيكيه والتركيه وقصص الكرتونيه ديال اليس في بلاد العجائب وديال فولا وديال هذيك سندريلا؟ دابا نتوما بحال اللي متعاطفين معها، لان نتوما دابا حاسبينها سندريلا. دابا نتوما اللي حاسبين بلي ان ديك الام والابنه والاب كانوا هما الاشرار، ولكن غير خدموا لي العقل ديالكم، ما تاخذوش الاشياء كما هي كما كتشوفوها. دابا هادشي اللي كتشوفوا كيبان لكم هو الحقيقه، ولكن الا نمشتوا شويه في الحقيقه ورديتوا، ديما كنقول لكم ردوا السنتالور، ردوا السنتالور عباد الله، ردوا السنتا وشوفوا هاد السيده هادي باش طلعت، باي محتوى طلعت. ما عندي حتى شي حقد عليها، هي اللي كتكتبوا لي انا حقوده تجاهها وعندي الحقد اتجاهها. انا ما عندي حتى شي حقد اتجاهها ولا تجاه حتى شي وحده، كل وحده كتعمل خدمتها بالمعقول وكتعطينا دي زيكزومبل اللي هما زوينين وما كتعملش عينا التحريميات، فانا كنبقى مغربيه، وما نبغيش اللي يخدم عليا التحريميات ويطلع قناه ويطلع في صوره ملاك من الناس وللملايين وهو ليس كذلك. لا راه شوف، حبل الكذب راه قصير. انا شوف واخا ما غيحملني حتى شي واحد، ما عنديش مشكل، انا مادام فاتحه قناه الا وعندي رساله نوصل الميساج، نوضح الصوره، نغربل، نحقق وندقق، لان المساله طرحت للعلن. فحنايا من حقنا، اعيدها واكرر، نتوما اللي ما عندكمش الحق في التعاليق تشعلوا العوافي بدون اي وجه حق. نتوما عطيو الراي ديالكم، ولكن نتوما راه كتدخلوا كتسبونا كتعايرونا هادشي انا ما كيزيد فيا. لا ينقص في ملكي شيئا ولا يزيد في ملكي شيئا، ما كيزيدني ما كينقصني. ايه هاوس ميوزك كول كول، هانيه، شخصيتي قويه ثابته راكزه، حيت عارفه راسي ما كنكذبش. وشوف هاد الهضره ديالي اللي كنقول دابا وهاد الفيديوهات اللي عملت كاملين، انا ما عندي فيهم حتى شي مصلحه، غير انا من الاشخاص اللي ما كيبغيوش الظلم ونشوف الظلم بعيني. وانا عندي قناه، يعني عندي واحد المنبر فين نخرج نوضح الصوره، لعل وعسى عل وعسى. ما كنحملش انا الانسان اللي كيعمل واحد الصوره ديال الملاك وهو الشر في الداخل ديالو. كتعرفوا ديك الافلام اللي كنا كنشوفوا ديال الرعب ديال ليكزورسيس وديك الشيء كتبان لك، اولا ديال انابيلا كتبان لك هي غير مونيه كمزيونه وكذا، ولكن هي الشر بعينه يتملكها، الشر يعني في الداخل ديالها هي الشر. فهادشي اللي ما بغيتش انا. فكاينين شي ناس كيكون عندهم واضح الصوره للاخر، كيكشفوا الناس، فهمت، كتكون عندهم واحد المهاره بحكم التجارب، كتكون عندهم واحد المهاره ولا الحدس ولا الحاسه السادسه تجاه ديك الشخص واش عنده المصداقيه في الكلام ولا لا. انا ماشي صغيره، انا ماشي كنرطع يدي، انا عندي انا اللاج ديالي وعندي التجارب ديالي، عندي واحد الباكاج ديالي، يعني انا كنعرف مع من كنهضر. انا هذه تقدر تكون مهاره، كاينين الناس عندهم مهاره يشوفوك غير من عينك يعرفوك، كاينين الناس اللي كتكون عندهم مهاره في الحوار ديالك يعرفوك، يعني كيعجبهم كيكونوا اصلا هما بحال اللي قلتوا لي المحقق كونان، كيكونوا في كاين الناس اللي في الشخصيه ديالهم دائما الشك ديالهم يؤديهم الى الحقيقه، وهذه كان قاعده كنعتمد عليها، الشك
دائما يؤديني الى الحقيقه. فانا كنبغي نغربل، راه كنعاود الفيديوهات وكنعاودهم وكنسمع من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، وفي الاخر انا ما نقدرش نغير رايي. بحال اللي غيروه بزاف، وللاسف غيروه بزاف وكيتبعوا الموجه، هذوك هما اللي كيركبوا الموجه. انا ما باغي نركب حتى شي موجه سيدي، خليني غير كيف ما انا، ولكن نخلي لساني على الحق، نخلي لساني على داك الشيء اللي كنشوف انا واللي انا مقتنعه به، كم داك الشيء اللي عندي في المبادئ ديالي، داك الشيء اللي انا مقتنعه به، داك الشيء اللي كونت، وبناء على اللي كيهضر هذا وهذا وهذا وهذا، انا كونت حتى انا فكره ديالي، والفكره ديالي انا ارجح بلي انها هي، وبالمعطيات اللي كنعطيكم بانها هي اللي صحيحه. هاد الناس مظلومين، هاد الناس مظلومين، هاد الناس ما كيعرفوا حتى شي حاجه في السوشيال ميديا، هاد الناس ما كيعرفوا حتى شي حاجه في السوشيال ميديا، هاد الناس ملعوب عليهم. الحاج والحاجه رانيا ملعوب عليهم، اقسم بالله الا ملعوب عليهم بالبيان، ضحكين عليهم هاد الناس. وللاسف بنوم بنوم سيدنا موسى، سيدنا موسى على الاقل خرج في فرعون، هذا باغي يقلب الايه، هذا خرج في والديه ما دايرين لا بيدهم ولا برجلهم. رجعوا معايا البنات، غنبقاو ماشي بشويش بشويش، يعني الاقراص والخشيبات غادي نبقاو ماشي شويش بشويش. الطباشير واللوحه وجبدوا اللي بغيتو، نحسبوا ونحقوا وندقوا ونرجعكم الله، دائما رجعوا الله. هاد السيده هذه اللي هي قلت ما نقولهاش، ما نقولولهاش جرانا بيوتي، بل قولوا لها مولات الصالون. اوكي مولات الصالون، باش طلعت القناه ديالها؟ نبغي الاجوبه في لي كومونتير، كلشي يكتب، ياك نتوما اللي كنتو متبعينها البنات، حتى اللي متفقين معايا في الراي ديالي كتبوا لي وقولوا لي في لي كومونتير باش طلعت هاد السيده هذه القناه ديالها. انا ما عمري ما كنت من المتتبعات ديالها، اقسم بالله العلي العظيم، انا عرفتها في هذه الحمله هذه وغربلتها ودخلت عملت الغوشيرش ديالي، حتى انا دخلت نشوف شنو كاين، جبرت داكشي اللي كتقولوا هو الصحيح. كتقولوا بلي ان هاد السيده هذه طلعت القناه ديالها على بات احمد، ام احمد والعائله احمد، فيلا احمد، ما عرفت شنو، صالون با احمد، صالون د حماتي، ماشيين عند حماتي، مشينا عند حماتي، هما فتحوا لها واحد الباب كبيره، هما كانوا السبب في الشهره ديالها. شوفوا الناس اللي كتعض، بحال قلت لكم ديك النهار كتعض، شكون اللي كيعض اليد اللي كتمد ليه، كيخطف اللقمه وكيعض؟ الكلب، الكلب. اوكي هاد السيده هادي باش طلعت، طلعت بناء على هاد الناس هادو، كانوا هما لا باز. وشو هاد الناس هادو؟ اعيدها واكرر، هاد الناس هادو الا كانوا قبح ما يخليوهاش تفتح بحال اللي قال هو ديك النهار. هي ودابا غير شوفوا التناقض، شوفوا التناقض. هي فيديوهاتها كاملين واللي كانوا فيهم لي في، تمشى عند حماتي، معروضه عند حماتي، خرجنا فعلنا تركنا عند حماتي، حماتي حمايه، حماتي حمايه، حمايه حمايه، حماتي الفيلا، الصالون صالون فيلا، فيلا صالون صالون فيلا، حماتي حمايه، ياك بات احمد، ماما احمد، بات احمد، بابا احمد، ماما احمد، ياكو. هادشي باش طلعت هي القناه ديالها. هاد الناس كون كانوا قباحين كانوا غيسمحوا لها نهار واحد تفتح تفتح الكاميرا تصورهم، نهار واحد، نهار واحد بحال اللي قال هو ديك النهار قالت ليها ايوا نوضي، شوف نصرم في الكرش وكيختلفوا، ياك نصرم في الكرش وكيوقع بيناتهم مشاحنات. فهي ديك النهار ديك الام، دابا نتوما دابا نتوما كتعطيونا شي معطيات، كتعطيونا شي حاجات، شي دي بروف اللي هما صبيانيه، واللي هما نتوما حاطين لهم على، قاعدين لهم على الوحده، قاعدين لهم على الوحده، يعني باغيكم باغيين غير تفتشوا لهم على شي عيب. ولكن هو اللي ظهر واللي باين واللي تبنات عليه القناه هو انه هاد الناس بصح كانوا مزيانين معاكم، سمحوا لكم تصوروا في دارهم، سمحوا لكم تصوروا في الفيلا ديالهم، كانوا معاكم جونتي، كانوا معاكم ضحكين، كانوا معاكم مزيانين. يعني هاد الناس الا كانوا قباحين، قباحين عباد الله بحال اللي كيقولوا هما، ورسموا لنا هاد الصوره عليهم بلي انهم اشرار، وكونوا متاكدين، كونوا متاكدين غير لوجيكمون منطقيا، اقسم بالله العلي العظيم اما غادي يخليوهم يصوروا في دارهم ولا في حرمه بيتهم، ولو غير بالكذوب، ولو غير في الاستوري ديال الواتساب تقول لا ما تصورش، من حق هذيك الحرمه ديالي. ولكن الناس، انا اللي كنشوف بان الناس مساكن كانوا مفرقين معاها، الناس بقوه انهم كانوا مفرقين من طيبه القلب
عكست عليهم الايه. هادشي اللي بغيت نكشف انا، هادشي اللي بغيت نقول انا، هادشي اللي كيحز فيا. شوف ما كيهمني حتى شي واحد، كنقولها وكنعاودها، واقسم بالله ما كتهمني القناه. انا قناتي فتحت بناء واساسا على موهبتي ديال الغناء، ما فتحتش انني نبين فيها نتعاطى ولا نمشي مع الموجه ولا راه الا بغيت نطلع انا مع الموجه كنت غنقلب رايي في حال اللي قلبوه بزاف. قلبتوا رايكم، قلبوا الراي ديالو، علاش شافوا بزاف لي كومونتير، تبعوا المولات الصالون وزادوها لي في و اوبرابيس عاوتاني مره اخرى في التوندونس، وهادو هما اللي كيكونوا طالعين للموجه، هادو هما اللي ما تثقوش بهم. ولكن انا ركزه، انا ثبت على موقفي. واحد النهار شوف الا ما طلع هذا النهار عندي الحق، العام اللي ما جي ها انا هانتوما، وها وجهي الى ما بان البرهان، ها وجهي الى ما بان الحق والبرهان. دابا المشكل ديال هاد الناس هما انهم ما عندهمش مع السوشيال ميديا، ما كيعرفوش يدافعوا على راسهم، ما فاهمينش القوالب، على غرار الطرف الاخر اللي هو مولات الصالون وحميده. الا جاتني واحد الانترفيو، واحد انترفيستا كانت عندها مع شي مجله ولا مع شي قناه ولا مع شي قناه في اليوتيوب، قالت لهم راه حنا ماشي غير كنجيو، رجعوا تاكدوا، راه حنا ماشي غير كنجيو انا وحمد وكنديروا فيديوهاتنا عشوائيا، ولا راه حنا كنجلسوا، راه حنا كنجلسوا وكنخططوا، وحمد كيخطط ليها. فدي من هاد التخطيطات عباد الله، ديما التخطيطات ديالهم باش انهم يطلعوا القناه، كيلعبوا على الحبلين، لعبوا على ملي كانوا عايشين معاهم غنطلعوا القناه ديالنا، لان هي ما عندها باش تطلع القناه ديالها. راه اقسم بالله العلي العظيم راه خدا في اسفل السافلين، سمعتوني، هي كما كانت شيخه عجوزه الصالون الفيلا العائله احمد، ما كانتش غتطلع القناه ديالها. قولوا لها تطلع القناه ديالها كون كانت مع الام ديالها في ديك المنزل ديال الام ديالها، ومع الاخت ديالها ولا مع الاخ ديالها، علاش ما طلعتش القناه بالعائله ديالها؟ كون عرفنا هذا بصح طلعت بوحدها. دابا اللي كتجي تقلب الهضره على رانيا، رانيا باغا تطلع عليها، وراك انتي اللي طلعتي على عائله رانيا في الاساس. رانيا فتحت القناه معاك بما انها بنت الخير عندها عادي، انتي بقيتي شابطه لصقه فيهم تلصقتي فيهم، انتي قراده ولصقتي فيهم، بغيتي تطلعي قناتك عليهم وطلعتيها عليهم، وملي طلعتيها عليهم قلبتي عليهم، وهذا هو الخايب في الموضوع. الناس كانوا معاك مزيانين وقلبتي عليهم بحال اللي عمر ربي ما خلقهم، قلبتي عليهم، ودابا شنو الايه تعكس، ودابا رجعت رانيا هي اللي باغيه تطلع لك، وانت اللي طلعتي على باها وماها، وانت اللي طلعتي على بيتها والحرمه ديالهم. اما هما كانوا شي ناس قباح، شتي هذيك رانيا اللي قلتي باغيه تخلص منك، هي في غنى عليك. انا كنظن انا على هادشي اللي كنشوف، هادشي غادي يقولوا غير شي واحد من مستواك عاش في الفقر، هو اللي غادي يقول خلصيني. وحتى الا كانت قالت لك خلصيني كانت قالتها بالضحك مثلا، حنا بنات كنشطوا مع بعضنا، ايوا الا بغيتي نخرج معاكي واه خلصيني، انت حد يلهم جلسه لهم، بحال اللي كنقولوا جلسه لهم ولا قاعده لهم على الوحده على القص، اي حاجه خرجت منه كتعمل من حسابك وكتخدم من حسابك. وللاسف كاين ادمغه، لا حول الله، تبعيناك تيقين بك كي تيقوي بالظاهر. شوف انت ذكيه، خدمتي الذكاء ديالك في الشر، ضحكتي عليهم. راه كاينين الناس كيعرفوا يوزنوا الذكاء وكيعرفوا القوالب ديال هاد الناس اللي كيكونوا فحال هكذا، كيقولوا هما اذكياء وكيلعبوا على القطيع، ياك ما تنساوش بني ان القطيع الخرفان تمشي قطيعه والاسود هي اللي كتمشي بوحدها، ياك. فانتوما عندكم واحد القطيع كتبلانيو عليه، مقودينهم فحال الراعي، مقودين القطيع، ولكن السبع كيبقى دائما فوق التله كيراقب. فانا اللي كتقولوا انا حقوده، انا ما بغيتش نتبع القطيع، كان بامكاني نقلب رايي، ولكن انا شخصيتي قويه ما تسمحليش انني نقلب رايي ونمشي نقول دابا بلي ان مولات الصالون عندها الحق، وراني راهي اللي كتغير منها، وندير فيديوهات. دابا كما انا جالسه هنايا تصور، ما غنخسر حتى شي حاجه، كما انا جالسه هنايا كنهضر على الحق، وهذا الشيء اللي كنشوف انا من وجهه نظري ووجهه نظر العديد كيدخلوا عندي في القناه كيقولوا اه اختي، لان العقول ديالهم نيره. وللاسف دابا حنايا شوف حنا على درجه الجهل، راه حنايا مننا اليمن في الجهل، يعني هذه في المراتب ديال
ديال النسب المئويه ديال الجهل في العالم. فحنايا ماشي غير عالم ثالث، احنا معفوص علينا بالصبابط، رحنا في الجهل، في الجهل. كتعرفوا شنو هو الجهل؟ الجهل، احنا في الجهل، احنا واليمن في المراتب الاخيره، الا ما كناش في العالم يمكن، ولا في العالم العربي الاخيره، اللي قبل منا اخواتنا اليمنيين، وحنايا واقيلا قبل منهم بدرجه، ولكن في اسفل السافلين. عرفتوا شنو هي في القاعده اللي لست حنايا؟ الجهل. بالي فكاين قليل من فئه الناس اللي عندهم ديك العقول النيره اللي كتعرف تميز، اللي كتعرف تخدم عقلها، كتدي وتجيب في المساله. السيده قلت لكم انا بعدا، انا نكمل معايا، انا اذا بغيت نركب على الموجه بحال اللي ركبين عليها دابا البعض، هذوك كيجوني انا سوقهم خاوي، وي خصو هذوك خصهم غير الفلوس، هذوك هي خصهم غير الفلوس. واليوم قلت هضره غد، انا اليوم معاملات الصالون، لا غد رجعت ضد مولات الصالون، لا وانا رجعت وانا وانتم كتشعلوا غير العوافي، وانا رجعت مع رانيا، انا رجعت مع مولات الصالون، انا مع رانيا، انا مع الحاج، انا ضد مولات الصالون. خليكم على موقف واحد، اش هتشوها؟ واش هتشوها غير على الفلوس؟ انتوا هادشي هذا، انا نفضل انني نمشي، سمحوا لي كيف قلت لكم، انا نفضل انني نمشي نفرش باب الجامع، ولا انني نجي نبيع الهوى على الناس، نبيع الكذوب. كتبيعوا الكذوب، هذا شيء مخزي، مخزي يعني، ماشي غير مع الربحه. هذوك صحابين القنوات اللي دابا كل نهار مع مطلعين، ما تبقاش عندكم مصداقيه اولا، وحتى الا كانت عندكم مصداقيه فانتم غادي تكسبوا فئه ديال القطيع فقط لا غير. فانا ما كيهمنيش القطيع، انا اقسم بالله الا كتهمني الناس اللي عندها العقول، كتعرف تخمم عقل، انا كيعجبني بنادم ذكي كيعرف يدي ويجيب في الحاجه، وما كيتقش باللي كيشوف بالمظهر. دابا نتوما مامنين بهاد السيده بلي انها هي مظلومه، حيت هي جاتكم فقيره، لعبت لكم على الوتر، جاتكم فقيره وبنات حياتها، بقيتوا كتشوفوا هذا بنتكم كتشوفها بحال ديك ليكزومبل اللي هو دابا انا كنهضر على القاطع اللي متبع هاد السيده هادي. عصاميه بنات راسها كذا كذا كذا، ما بنات براسها، هي طلعت في ظهر الحج والحجه، هما كانوا مبلانين ومخططين. ولا رجعتوا للانترفيو ديالها قالت لك هي كتخطط، هما كيخططوا هي ورجلها، يعني بحال شي عصابه وكيخططوا شنو خصهم يعملوا. فهما دابا من ضمن هاد الطوندونس اللي طلعوا فيه مؤخرا، فهذا كان من ضمن الطوندونس، يعني هاد الشيء هذا هما عمرهم ما هضروا عليه، عمرهم ما هضروا عليه. اغتنموا الفرصه دابا، حتى بنوا راسهم من فوق ظهر الحاج والحجه، عادك نايضين دابا يقلبوا عليهم القفافي، والسيد ما باغيش الخير لاختو، وفي الاساس هما طلعوا على ظهر هذيك الحاج والحجه والدار ديال رانيا، ودابا باغيين يقلبوا عليهم القفه. راه رانيا راهي كتكذب عليكم، راه ماشي راه هي ماشي هكذاك، يعني كيشوه السمعه ديال الاخت ديالو باش ما تكونش منافسه معاه، يعني حاقد على الاخت ديالو، وديك الحقد من المنبع ديالو، من الزوجه ديالو اللي هي مولات الصالون. فالحقد ديالو دابا تجاه الاخت ديالو، تجاه العائله، باغي هو يستمع عليهم. شوف حماده قتلو، سير فجر فيهم شي بومبا ولا شي، شوف شنو يتعملوا، ذبحوا نحروا انت كاع باش ما يبقاوش، تبقى غير انت والجرانه ديالك. سير شوف شنو غتعمل لهم، سير شوف. راه هادشي اللي كتقول، هادشي راه لا يغتفر، راه لا يغتفر. حنا بغينا لك الصلح مع الوالدين ديالك، ولكن انت سيدي راه ما كتزيد غير الوالد ديالك ما قال حتى شي حاجه للعيب، الاخت ديالك ما قالت حتى شي حاجه للعيب، قالت سؤال جواب، من حقها تقول سؤال جواب. كاين بزاف الناس كيدخلوا كيسالوها، واش شفتي ولاد خوك، واش كاين شي صلح، ولكن هي ما هضرتش بالعيب. من حقها تهضر في القناه ديالها على هذا الموضوع هذا، ولكن هي دابا المشكل هو انه ما هضرتش بالعيب، ولكن نتوما عملتوا من لا شيء عملتوا منه شيء، بحال اللي زعما راه هي اللي بغات تجبد العيب. اش من عيب؟ ما شفنا والو، اقسم بالله لحد الان هاد الحج والحجه ورانيا ما هضريش بالعيب، ما هضرينش بالعيب، ما هضرينش بالعيب. والسيده جونتي كتشكر الناس اللي كيهضروا في الحق، سيده جونتي اللي كيقول ما كيشكروش وما كتشكرش، كتشكر كتشكر. وانا شخصيا دخلت عندي الانستغرام ديالي وشكرتني وقالت لي شكرا اختي، الله يجازيك بخير، اللي هضرتي غير على الحق، راه با المره ديالو غادا تطرطق، راه الوالد مريض، الوالد عيان مفقوس، السيد مفقوس. السيده تصدمت، تصدمت، قالت لي اختي انا والله ما جريت غير في الصلح. قلت لها انا متيقك، انا شفت بلي انا كي ما هضرتيش في العيب، وهذا هو الاساس، وهذا هو المضمون. ردوها حقوده، ردوها، وهي في الاساس هذيك جرانا بيوتي ديالكم طلعت على العائله ديال هذا السيده هذه، طلعت على ظهرهم. ما تنساوهاش، هذا هو لاباس، هذا هو باش طلعت هي القناه ديالها، هذا هو باش طلعت القناه ديالها. ما تنساوش بلي ان حتى الحج والحجه عنده واحد الجمهور كبير،
وي 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 لان الناس كانوا كيدخلوا الفيديوهات ديال جرانا بيوتي غير باش يشوفوا الحاج والحاجه والصالون والفيلا. وي بقاو متشوقين خصهم يشوفوهم فهم كيتابعوهم باغيين يشوفوا هاد رانيا اللي ما كانتش كتطلع ف وتا هي كان عندها في المشروع ديالها كان هي باغيه تعمل وهي فتحت القناه يمكن قبل من جرانا بيوتي ولا معاها صدق الاخ ديالها مشى سرق الفكره وفعوت هي كانت غادي تلها هي اللي كانت غتكون في بلاصه جرانا بيوتي شتو رانيا هي اللي كانت غتكون في بلاصه جرانا بيوتي لانهما سرقوا لها الفكره يا اخرى ما كانت عندها حتى فكره على القناه الاخ ديال رانيا هو اللي سرق الفكره ومشى طبقها على مراته باش تشوفوا الغل والحقد والحسد ها هو فين هو الحسد ودابا ملي هي بنات راسها وبقات ماشى بشويه بشويه وزعما بغات تعمل القناه كتفكر في انها تعمل القناه عملت القناه وطلعت لها الناس كيبغيوهم كيبغيو الحاج كيبغيو الحاجه عندهم حتى هما الناس ديالهم فسيد باغي يحط معه الثاني وكيهضر اختو ماشي مزيان كيهضر اختو بلي انها منعرف من كيجيو هالفلوس حسدها حتى في الصالير ديالها حسدها حتى في دابا كيحسبوا لها حتى الصالير ديالها كيحسبوه لها تصورتينا انا الوحيد غادي يحسب لك الصالير ديالك راه حشومه وعيب انا مع الاخت ديالي ما كنسقسيهاش شحال كتخلص انا مع الاخ ديالي ما نقدرش نسقسي عمري ما عرفت شحال كيتخلص كيهمنيش هذاك رزقه هذاك الرزيق دابا نتوما كتحسبوا لها ايوا ما عرفت شحال كيعطيوك دابا كيحسبوا لها شحال كيعطيو بنتهم وبنتهم هذيك كيعطيوها شحال ما بغاو وما تنساش واحد الحاجه خاي حميده بلي ان الام ديالك عندها بنيته وحده ملي كتكون الام عندها بنيته وحده ولا ولد واحد في وسط البنات راه كتكون عندها عزيزه هذيك بنيته وحده ما عندهاش اختها يعني الاخت ديالها هي الام ديالها كتكون واحد العلاقه هذيك علاقه ربانيه ما تقولوش الميز هذا ماشي ميز هذا ماشي ميز هذيك الانثى كتكون عندها واحد كتكون عندها واحد المكانه خاصه في القلب ديال الام ديالها فقط لا غير كيف حالك يقول البنت كتكون حبيبة امها وكتكون صديقتها وكتكون اختها وكتكون كل شيء تراجل تكبير هي اخر العنقود هذه ناحيه اخرى اخر العنقود دائما كنقولوا كيكون عزيز على الام فهما الا بينوا شي حاجه بالمعزه ديك البنيته فهي كتبقى بنيته وحيده في وسط الذكوره فكتبقى بنيته وحيده علاش درتي منها لهاد الدرجه وحاجه اخرى هي اللي كتقولوا نتوما هاد العائله رفضت جرانا بيوتي لانها من طبقه من طبقة فقيرة من طبقة متوسطة من طبقة ما عندهمش وما أسطوهاش يعني ما تقبلوهاش في وسط عائلتهم بحال زعما هما راه من عائلة أرستقراطية وهي من طبقة فقيرة كادحة وحنا الناس هنا كيتعاطفوا حنا الناس هنا كيدخل لهم الوش حنا الناس هنا كيدخلوا كيقولوا وفقيره وحنايا حنا عندنا الطبقه ديال الفقر غلابه فشكون غادي يتعاطف معها بديك الطبقه ديال الفقراء حنا دراويش حنا فقراء حنا دائما ظالمين ديك الناس اللي لاباس عليهم علاش كنظلموا الناس اللي لاباس عليهم كنشوفهم بانهم مجرمين لانهم عملوا فلوس طريقه غير شرعيه هذه فكره عندنا قبيحه وخايبه بزاف هما راه ناس عصاميين بنوا راسهم حتى هما شويه بشويه طوبه بطوبه كونوا راسهم هما ناس راه عصاميين راه لا شيء حتى هما عملوا شيء فهمتوني فهاد الناس هادو اللي كتقولوا نتوما هما ما كيتقبلوش الناس اللي فقراء ما بغاوهاش حتى هي فقيره لا ها هما دابا كيف ما كتقولوا نتوما بناء على ما كتقولوا نتوما انا ما عرفاش الراجل ديال رانيا وما عرفاش المستوى ديالو الاجتماعي وما عرفاش يعني المستوى المادي كيفاش عامل ماشي سوقي على اللي كتقولوا نتوما غادي نمشي معاكم على الهوى ديالكم كتقولوا نتوما لانهم ما تقبلوش جرانا بيوتي حتى فقيره ودابا كتقولوا شوفوا كيفاش كتناقضوا ودابا كتقولوا بلي انه هاد رانيا راه تزوجت بواحد السيد مقرد ما عندوش خدام غير في شركه ديال الاتصالات وهي اللي مسكناه وهي اللي خدامه عليه وهي اللي شاريه الطوموبيل وهي اللي دايره وهي اللي فعله اذا هذا شنو كيعني لنا الا كانت الكلمه ديالكم كيف ما كتقولوا نتوما صحيحه الا كانت دابا هذه الكلمه ديالكم صحيحه نفرضوا انه مثلا يعني هذا الشيء اللي كتقولوا نتوما على الراجل ديال رانيا راه صحيح فاحنا غادي نقولوا هنايا بلي ان جرانا بيوتي من طبقه فقيره وكيف ما كتصنفوا نتوما دابا الراجل ديال رانيا وعلى ما كتقولوا عليه وكتقولوا شرات راجل فحتى هو من طبقه فقيره شنو غادي يعني لنا هذا الشيء هذا غيعني لنا بلي ان الحاج والحاجه ناس ما كيفرقوش بين الطبقات الاجتماعيه والمستوى الاجتماعي ولا الدخل المادي ديال الشخص يعني هما ما ميزوش فهما كيف ما كانوا غادي يتعاملوا مع اسماء مع جرانا بيوتي الا كانت مزيانه معاهم الا كانت مزيانه معاهم بالمقارنه مع الراجل ديال رانيا ها هما عاملين معاه مزيان اذا شافوا منه الخير
شافوه مزيان مع بنتهم، شافوه مزيان ما شافوش منه العيب، عطاوه دار ياك. الا جينا نقولوا مثلا يعني ها هما عطاوه دار، ها هما عاطينها طوموبيل، عاطينها خدمه، عاطينها مستقبل، يعني شوفوا كيفاش عملوا معاها مزيان. اذا هاد الناس هادو ما ظالمينش هذيك جرانا بيوتي، خدموا غير العقل ديالكم معايا. اذا هاد الناس هادو الا كانوا قباح وكيعملوا وما بغاوش هاد السيده هادي غير على الفارق الاجتماعي اللي بيناتهم، فها حنا كيتبت لنا هاد الشيء اللي عملوا مع الرجل ديال رانيا عكس الكلام اللي كتقول هي، كتقول عليه حيت هي من طبقه فقيره ما بغاوهاش. فرانيا والزوج ديال رانيا كيتبت لنا العكس، خدموا معايا شويه ديال الذكاء ديالكم فقط لا غير. ف هاد الناس هادو كنظن انا باللي اللي كيتبت لنا هنايا هاد الشهاده اللي كيبغي يثبت لي انا بعدا شخصيا، بلي انه هاد الناس هادو ما بغاوش هاد السيده هادي اللي هي كذلك تعادل او لا هي في نفس المستوى ديال الرجل ديال رانيا. يعني غنقول حنايا هما لاباس عليهم وهادو فقراء، يعني الحاج والحاجه لاباس عليهم وهادو فقراء، جرانا بيوتي والرجل رانيا اوكي. فهما هاد الناس هادو ما كيعتبروش الماديات، فهاد الحاج والحاجه ما كياخذوش بعين الاعتبار الفرق المادي ولا الاجتماعي. فهما شنو كان بيهم، يعني شنو هو الاساس اللي خلاهم انهم ما يبغيوش هاد جرانا بيوتي؟ فهو القباحه والخباثه، هذا هو العامل اللي غادي نرجحوه، هذا هو الاساس اللي غادي نهضروا عليه. فهي القباحه الخباثه ديالها، هي خبيثه هي قبيحه، كانت قبيحه مع هاد الناس هادو، والحاج كيقولها وكيعاودها وباينه بانها قالت صعيبه هي صعيبه كطير فيهم، يعني هي كانت باغيه تاكلهم مقله، علاش ما حملوهاش؟ شوف الحمات راه كتبغي تكون عندها واحد مرات بنا ظريفه مزيانه معاها، تهضر معاها، تجمع معاها، تدوي معاها، تخرج معاها، تدخل معاها، تاكلها بشروطها. ولكن ان فوا كيشوفوا القباحات والخباتات كتخرج من القلب، تخرج من القلب. علاش انا عطيك ولدي انت كتخبتي معايا بحال هكذا؟ يعني بحال كترجع بحال شريكتها، كترجع بحال شريكتها. والعيب مين كيكون؟ في الاساس هو من ديك الزوجه ديال الابن، كتقدر تكون حقوده على ديك الناس بحال اللي بينتنا هذه هنايا. ها هو بالمقارنه الرجل ديال رانيا عايش مزيان بخير معاهم. الا كنتو كتقولوا بان الرجل ديال رانيا مثلا ما عندوش مستواه المادي حتى هو بحالو بحال جرانا بيوتي مثلا، ولا الا بغيتو تقولوا هكذا، فهاد الناس هادو ما كيحكموش على الماديات، كيحكموا على التعامل. اذا هاد السيده هادي ما تعاملتش معاهم مزيان، بالمقارنه الرجل ديال رانيا كيتعامل معاهم مزيان وكسب الود ديالهم والعطف ديالهم وعامل معاهم مزيان يعني. هذا هو. اذا الاخ الكريم باغي يحطم الاخت ديالو باي طريقه كانت، وكيتوعدوها وكيقولها وكيحلفوا بلي ان راه انت طلعتي على سميتي، طلعتي بسميتي، انت راكي طلعتي بسميتي، وراه انت اللي طلعتي في الاساس بالهضره والفيديوهات ديالك على حماتي وحماتي وحماتي وحماية وحماتي في الصالون وحماتي وحماية. هنا كنشوفوا بلي ان هما ربحوا من ظهورهم في الاول ملي كانوا معاهم، ودابا كيربحوا من ظهرهم وهما قالبين عليهم القفه وباغين يخرجوهم في صوره شيطان، في صوره شيطان. الناس داخله كتهاجم وكتسب فرانيا وتلعن وتسب وتعاير، وما خلاو ما قالوا ليها هاجموها بالبيا باش تظهر هي في صوره ملك، وكتظهر راسها هي في صورة ملك. هذا هو اللي كيحز في القلب. بالمقارنه احنا كنشوفوا الحاج والحاجه ورانيا ما كيعرفوش يدافعوا على راسهم، لانهم معدن اصيل ما كيعرفوش يدافعوا على راسهم. هذوك اللي للاسف عاملين الغلط وكيدافعوا على راسهم، والناس متبعينهم والناس ماشيه معاهم وعلى هواهم. بالمقارنه كنشوف انا الظلم هنايا الحاج والحاجه ورانيا مظلومين واكلين الدق واكلين العصا مزيان، يعني لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انا صافي ما نكذبش عليكم، راه هذا الموضوع هذا عصبني، راه كنحط راسي في بلاصتو، عصبني الموضوع، رهقني، عصبني. علاش هذا الظلم هذا كامل؟ علاش راه يكون عندك؟ راه دابا هذا الشيء راه كتشيعوا هذا، كتوصلوا هذا المعلومه، كتوصلوا هذا الميساج للشباب. راه شوف احنا شحال هادي ما كناش كنسمعوا دار العجزه، والدينا ما كانوش كيسمعوا دار العجزه، ولكن دابا ملي كنشوفوا بحال هاد الشيء هذا كيتبت لنا بلي ان ايه كاينه ظاهره السخط في المغرب،
اللي هي دولة إسلامية. كاينه ظاهرة السخط وشوف بحميدة الحمد لله لوالديك عندهم رزقهم، راكو ما كانوش عندهم رزقهم والله تتهزهم بالله العلي العظيم تهزهم وديهم دار العجازة. علاش خرجوا لك برامج ديال با الحبيب امي العزيزة؟ ها هادشي كيبرهننا بلي ان راه كاينه واحد الدرجه ديال السخط كبيره في المغرب، وهي دابا خرجت حتى عند السوشيال ميديا. هذا راه سخط، هذا راه ما تبقاوش تقولوا حتى شي حاجه. دابا من تدعموا مع من واقفين نتوما؟ دابا مع من واقفين؟ غير بغيت نعرف انا مع من مساندين. مساندين سخط الوالدين، مساندين سخط الوالدين. وعاد كيقول لك راه كاين سخط الاولاد على الوالدين. انا نوصل معكم فيما بغيتوا. ركله وحده الكرش ديال ديك الابن في الام، في الكرش ديال اولا في البطن ديال الام ديالو، راه ما كتساويش حتى اش غادي نقول لك، ما تقارنوها بحتى شي حاجه. ما تبقاوش تقولوا لي راه كاين سخط الوالدين على الاولاد ولا هادي. حتى الا كان هاد الناس تعدوا على هاد الولد هذا وعلى هاد السيد هذا، فهو غادي يشبر راسو. الا كان واعي فهو جاني مكلخ، الا كان هو واعي وكانت عنده واحد الدرجه ديال الوعي عادي يشبر راسو، غادي يمشي لطبيب نفساني يقول له عالجني باش نتصالح مع نفسي ومع الوالدين ديالي، يعني تبقى النفسيه ديالي تجاه الوالدين ديالي مزيانه. مشي عند بسيكولوج، مشي عند بسيكياتر يعالجك يعطيك الدواء، فهمتيني؟ ما تجيش انت تغتنم الفرصه، انت شرير واللي معاك شي اشر منك. نتوما كتبنيو هادشي هذا غير بالشر وكتعرفوا تقنعوا الناس. دابا هذيك هي المشكله، بحال السياسيين وبحال كتعرفوا تقنعوا الناس، كتعرفوا تقنعوا الناس، يعني عندكم ديك المهاره، عندكم ديك المهاره انكم تقنعوا الناس. وسيرتو سيرتو سيرتو هي كتعرف تقنع الناس، كلات الدماغ ديال الناس للاسف. فالناس كتعاطف معكم على حتى شي حاجه، ويلا خدموا الناس عقولهم على بناء على هذا الشيء اللي عطيتكم انا، فغتشوفوا بلي ان الظلم راه جاي من عند هاد السيده هذه. كلاتهم اللحم وبغيت ترميهم عظام، وحتى ديك العظام باغيه تهرش وباغيه تردو بودره، ما باغيهمش هي يكونوا على 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 في الوجود يعني. للاسف اش غادي نقول لكم؟ انا كنقول الكلمه ديالي وكنشوف هذا هو الموقف ديالي، وهذه هي الحقيقه اللي باينه واضحه. اللي ما بغاش يعرفها كتبقى هذاك هذاك هو شخصيته، الذكاء ديالو يمكن محدود. ف للاسف للاسف للاسف. اما هي كون كانت كتعمل شغله بلا ما تادي ناس، راه حتى شي واحد ما غادي يهضر عليها. راه كاينين ناس ناجحه وواصله ولكن ما اداوش الناس من حولهم. فاحنا اللي ما كنبغيوش هو الظلم وانهم يتجروا ناس في الرجلين. كنقولها لكم دائما وكنعاودها لكم، السيده ظلمت رانيا باديه الحياه ديالها، كانت في 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 شهر العسل ما خلوها، جات سكنت في دار الوالدين ديالها، ومن حقهم الوالدين ديالها يعطيوها دار، يعطيوها جوج، يعطيوها الفيلا، يعطيوها القصر، يعطيوها اللي بغاو. هما احرار، راه في الحياه ديالهم الوالدين احرار، يعطيو هذا وما يعطيوش هذاك، راه احرار. انا النهار اللي الوالد ديالي عطى الدار لخويا، ما احنا ما قلنا حتى شي حاجه، قلنا له الله يعاونو عادي صافي ياخذها. فهمتوا كيفاش؟ يعني ما عندناش ما كاينش مشكل. هذاك با بنا واحد الحاجه، رزقو هذاك، رزقو هذاك، راه غير خموها مع، راه ماشي رزقك حماده حميده، راه ماشي رزقك هذاك، هذاك الرزق ديال الوالد ديالك، لانه بناه بكتافه وبدراعه وبالمجهود ديالو بالذكاء ديالو. فهو في حياته يعطيه من ما بغى. عندك شي ما عندكش ضرره حق انك تهضر عليها وكتخرج تهضر على هذا الشيء هذا في السوشيال ميديا، كيعني بلي انك طمع في الوالدين ديالك. يعني انت ما باغي ما باغي دير والو، انت خدمتي 14 عام وسير اخويا خدم مع الناس. شوف راه ديك الحاج والحاجه كان بالامكان ديالهم، كيقولوا لي الناس راه دمروا عليهم وخدموا عليهم. شي حاج والحاجه راه عندنا البطاله دالعين في المغرب، يدخلوا ناس برانيين يخدموهم. ايوا واش كاين؟ هما اللي كانوا محتاجين خدمه وهما عطاوهم فرصه عمل. اما هو يقول له راه جوجتي سير هز مرتك وسير خدم في اتساع عليا، انا ما بغيتش تصدع لمراتك، راه كتصدعنا وليدي، راه حنا ناس خصنا نرتاحوا، راه كنخدموا 14 ساعه خصنا نجيو نرتاحوا، ماشي حنا معاها في الخدمه ومعاها في الدار ما نرتاحوا وخيتي باقا مجهده باغيه. ما تبقاوش تضرقوا الشمس بالغربال، خيتي كانت داخله على طمع. وين فينا صافي هادشي اللي كاين.
فهاد هاد السيد هذا اللي عمل في الوالدين ديالو بحال هكذا راه عيب وعار وحشومه، وهذا الشيء ما كيتعملش. يوصلوا معاك الوالدين ديالك مثلا يعملوا لك اللي عملوا لك، ملك اللي عملوا لك. مرضتك نفسانيا مثلا، انا غنمشي لطبيب نفساني، انا جون، انا في الثلاثينات من عمري، انا غادي نخدم عقلي، انا ولد القرن الحادي والعشرين، انا شاب، انا ولد وقتي، غادي نمشي نعالج راسي عند طبيب نفساني. ماشي غتستغل الفرصه وتغتنم الفرصه انك تخرج تهضر فيهم بالعيب باش تطلع انت قناتك وتطلع في لي طوندونس انت ومرتك. اها ياك لغايه لغايه في نفسه يعقوب وكيقضيها. كتخرجوا تعملوا لي طوندونس بالوالدين ديالكم، هما للاسف ما باليد حيله، ما عندهم كيفاش يعملوا. فانا شفتهم مكسورين الجينه هاد الناس، هاد الناس لا حول لهم ولا قوه. نهار اللي استعنوا بشرى ما خليتو ما قلتو في بشرى، استعنوا بها، مشاو الناس باغيين يهضروا. ياك انت كتخرجتي بالبوست في الانستغرام على الطياح عليا، تهم الراجل ماشي من هاد العالم ديال السوشيال ميديا، الراجل تصدم شنو غادي يقول، وها كتهددني وكتفعلي وكتركلي وكتركلي. ولكن للاسف بقى فحال بقاو هما موقفهم ضعيف، لانهم ما عرفوش كيفاش يدافعوا على راسهم. انا لحد الان كنقولها ما عرفوش مساكن كيفاش يدافعوا على راسهم، لانهم ماشي ولاد هذا المجال هذا ديال، يعني ماشي احترافيين فحال ولدهم ومرات بنهم، احترافيين في السوشيال ميديا، يعني كيعرفوا يحكوا القصه لصالحهم. والفيكتيم كان هو الاب والام والاخت. فسيدي والله حتى شي حاجه ما كتعوض الاخت والاب والام والاخ. الدم ديالك راه حتى واحد ما غادي يعوضو لك، ما تعوضولكش مراتك، حتى ولادك ما يعوضولكش يماك وبابك. وخوتك اللي كتقول حد الدنيا، راه عندك اختك وحده وعندك خاك واحد، فانت بعتي كل شيء. نضربوا حنايا الخوت في عرض الحائط، يعني كيبقاو غير خوت ياك. الوالدين ديالك اللي تأذوا منك بزاف، حرقتيهم هذا الشيء، هذا راه كيضر. كيفاش كتقولوا انا ما فهمتكمش، علاش كتقولوا هاد امل كتكذب ودموع التماسيح؟ نهار اللي خرجت كتبكي راه ولدها، راه ولدها عباد الله، راه ولدها خدموا عقلكم، حرام حشومه وعيب عليكم. اقسم بالله الا هاد الناس مساكن الموقف ديالهم ضعيف وما كرهناش نهضروا، نوقفوا معاهم، لان هي معاها ناس كثير غير بهايم مقدمين وصافي. وهاد الناس اللي هما مظلومين في الاساس مشاو في الرجلين مساكن، كنشوفوا السمعه ديالهم كل نهار كتلطخ على والو. حسبنا الله ونعم الوكيل. فيك اخويا حميده واجرانا بيوتي، حنا خلينا لكم الله، ولكن شوف حتى الا ما بنتوش دابا وبان فيكم البرهان دابا، غدا يبان فيكم، غدا يبان فيكم. انت في بلاصه ما تشد فمك وتحشب وتمشي عند يمك ترمى ليها على يدها وعلى حجره وعلى رجلها وتبوسها وتقول لها يما اسمح لي، ابا اسمح لي، لا ما تحتاج تطلع في السوشيال ميديا تعمل لي طوندونس. كتستغل الفرصه بحال اللي قالت مرتك، استغلوا الفرصه كتقول للناس، استغلوا الفرصه اضربوا بالخضر واليابس وديروا علاش ترجعوا ياك. ومن بعد تمشيو تطلبوا السماحه من هاد الوالدين، ولكن لا حنا ما متفقينش على هاد الشيء. هذا ما كيتعملش. لطخت السمعه ديال هاد الوالدين هادي بالبيان، ودابا اختك حشومه عليك، ما بغيتيش الربح من اختك، انت فيك الربح، انت غدير الربح لي زابوني. واش اللي ما عندوش ربح في طاسيلته غادي يديروا لي زابوني؟ كيضحكوا عليكم الي زابوني، ما دايرينش الخير حتى في ديالهم. قل لها واش هضر بالخايب على يما وباباها او لا على اختها، يعلم الله شنو عامل فيهم ديك باباها. قل لهم قل لها تهضر فيهم بالخايب، ولكن جبراتك انت بطيعه وعجناتكم دغاتك كيف ما بغات، لا حول الله وصافي وخلاص. مهم انا مع الحج والحجه ورانيا الى اخر حلقه هذا المسلسل هذا، وغادي نشوفوا الحق مع هاد الناس هادو باذن الله. فوقاش ما كان هاد العام، العام الجاي اللي موراه، فوقاش ما كان غادي يبان البرهان. وانا بغيت احمد يمشي يتصالح مع الوالدين ديالو، اها باش يحشيها في عيون العدو ويشدوا الفمان، لان كل شيء باغي يهضر. ولكن البرهان عرفتوا فمن غادي يبان؟ حربايه غادي يبان فيها البرهان. المهم قد ما طال الليل كيصبح الصباح،
ووصل الكذاب حتى لباب الدار. وانا كيعجبني نوصل الخبز الفران. المهم صديقاتي جميلاتي، حنا متبعين هذه المسألة هذه، وانا مع هاد الناس هادو، وباغية نصفوهم. انا ما عندي فيهم حتى شي نقاء ولا جمال، وما عندي فيهم حتى ادنى مصلحة، ولكن غير كإنسانة والإنسانية ديالي كتجعلني نهضر، كنشوف الحقيقة معاهم، كنشوف هاد الناس ظلموا، فأنا معاهم إلى آخر إلى آخر حلقة قلت لكم في هذا المسلسل هذا. وإلا كان أنا باغية البوز كنت غادي نركب على الموجة بحال اللي ركبوا عليها آخرين، اللي ما عندهم حتى شي موقف محدد، نهار مع جرانة، نهار مع رانيا، نهار مع جرانة، نهار مع رانيا، نهار مع الحاج، نهار مع جرانة، ما عندهم حتى شي موقف. كيفقدوا المصداقية هاد الناس بالنسبة لي هادوك هي راكبين موجة. أنا ما كنركب بموجة، أنا ماشى مع المظلوم. وهما شوفوا موقف ديالهم ضعيف، وحنا ما عندناش مشاهدات كثيره، حنا اللي كندافعوا على الحج والحجر ما عندناش مشاهدات كثيره. اه على غرار الناس اللي كيدافعوا على جرانا بيوتي كيطلع عليهم، وانا بالامكان ديالي مادام جيت فتحت كاميرا وغادي نخرج وجهي لليوتيوب، فانا ندير شي حاجه انا ونمشي نتحامى فيها، ولكن لا، هاي ماشي انا، ماشي انا، اسفه استسمح، هذيك ماشي انا، مبادئي، اخلاقي، انسانيتي ما تسمح لي شي. المهم السلام عليكم، نضربكم معي ان شاء الله فيديو اخر، والله ينصر الحق. هادشي اللي غادي نقول، وديك الناس الله ياخذ بيدهم ويوقف معاهم يجيبوا حقهم، لان تأدوا من دمهم من ولدهم للاسف، حشومه وعيب. المهم السلام عليكم، نضربكم معي ان شاء الله فيديو اخر، خليكم دائما مع الحق، باي باي.